أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد لبرنامج إخباريات الذي نقدمه لكم من مدينة نيويورك، حيث بدأت مكاتب الحج والعمرة إجراءاتها النهائية من أجل إعداد حجاج بيت الله الحرام لزيارة الأماكن المقدسة. مع بدء العدد التنازلي لانطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، كثفت قنصليات المملكة في العديد من الولايات الأمريكية من إجراءاتها لمنح التأشيرات والفيز الخاصة لعشرات الآلاف من الحجاج الذين توافدوا من الولايات المختلفة للبدء بإجراءات رحلة العمر. كل إنسان يعرف أن الحج أحد المناسك وشرط أساسي وحلم كل شاب أي واحد، وخاصة إحنا عايشين بأمريكا شوية هاي تكون المسألة مكلفة بالنسبة لأي شخص عايش بأمريكا، لأنه يعني تعرف التكاليف بحدود 6000 إلى 7000، فمو أي شخص يستطيع أن يؤدي مناسك الحج. اللي شجعني هذه السنة أنه أذهب الحج تسهيلات المقدمة، وبالتالي يعني جمعت المبلغ من المال اللي يكفيني حتى أدي هذا المناسك. وبالنسبة للكثير من أبناء الجالية العربية والإسلامية في ولاية نيويورك والولايات الأخرى، تعتبر الرحلة إلى الديار المقدسة وأداء فريضة الحج حلما يراودهم لأمد طويل، خاصة وأنهم يعيشون حالة من الاغتراب السياسي والاجتماعي ويحاولون في الوقت ذاته التمسك بدينهم ومعتقداتهم في مجتمع غربي لا تعني له هذه القضايا والقيم الدينية أي أهمية تذكر. فعلا يعني تشجعنا يعني بكل حاجة، يشجع كل واحد مسلم يعني لما تروح ومتشوق واحد لبيت الله يعني يشجع بأي طريقة من أي محل كان. كانوا من عندنا من اليمن يروحوا فوق الجمال 3 شهور يعني، ورايحين 3 شهور وراجعين 3 شهور، فهذا تسهيلات جدا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى. رحلة الإعداد لزيارة الديار المقدسة بالنسبة للكثير من الأفراد تسبق ذلك بسنوات طويلة، حيث تبدأ العائلات بتوفير وجمع الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الحج والتي غالبا ما تكون مكلفة، خاصة بالنسبة للعائلات ذات الأفراد الكثيرة. بالنسبة لإجراءات الحجيج تبدأ من تقديم الجواز والتلقيح، تلقيح الحمى الشوكية، وهذا في الأخير هو يصب في مصلحة الحاج بالنسبة للتلقيح وذلك لتجنب الأمراض. هذا الذي على الحاج أن يحضر، إضافة إلى صورتين شمسيتين. الحاجات الأخرى يكون عمل مكتبي يستمر من شعبان ربما رمضان وشوال، ثم تبدأ بإجراءات السفارة والموافقة والتأشيرات من نهاية شوال وفي ذي القعدة. وفي الأشهر والأسابيع الأخيرة التي تسبق بدء موسم الحج، تشهد العديد من المكاتب المختصة وشركات الطيران إقبالاً شديداً من قبل أبناء الجالية المسلمة من أجل ضمان الحصول على التأشيرة وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى الإعداد الروحي والنفسي لأداء فريضة الحج التي يسعى إليها كل فرد مسلم. طبعاً الشيء الجميل في نيويورك أن المراكز الإسلامية تقدم دورات تدريبية تعلم بها الحجاج كيفية أداء مناسك الحج بالتسلسل، والمقيمين طبعا على المراكز الإسلامية مسؤولين معروفين، وهذه الدورات تكون مجانية طبعا. بالنسبة لتعاون القنصلية السعودية في نيويورك كان إيجابي، وكان هناك تعاون ملحوظ، والشيء الملزم للوكالات هو كان توفير الجوازات، التلاقيح، الإثباتات الأخرى. أما من ناحية السفارة فإذا وفرت كل هذه كان الملاحظ أنهم ينجزون الفيزا بأسرع وقت ممكن. نعم. وفي ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها القنصلية السعودية في نيويورك للأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج وسرعة إنهاء الأوراق وإصدار التأشيرات والفيز، تضاعف عدد الحجاج في الولايات المتحدة، خاصة في ولاية نيويورك التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مسلم يمثلون أعراق وأجناس مختلفة. بالنسبة للتسهيلات الملاحظ أن السنة هذه غير كل السنوات السابقة من حيث سرعة الأداء، فكان من غير المتوقع أن تخرج الفيز بهذه السرعة، بحيث أنه حصل الحجاج على جوازاتهم قبل السفر تقريبا بأسبوعين أو 3 أسابيع، وهذا ما لم يحصل في السنوات السابقة، فهذا شيء مشكور ويشكرون عليه. وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها قنصليات المملكة لأبناء الجالية العربية والإسلامية، تعمل السلطات الرسمية في ولاية نيويورك على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام، خاصة في المطارات وإصدار النشرات الإرشادية والتحذيرات وطرق الوقاية من الأمراض والأوبئة التي قد تحدث نتيجة للاختلاط بين الأعراق والأجناس المختلفة. لا
نشكر الحكومة السعودية على كل الواجبات اللي تقدمه، لما يروح الحجاج يقولوا كل حاجة يعني العصيرات بلاش، التمور بلاش، الأكل بلاش، يعني هذا من فضل الله يعني وخدمات المملكة العربية السعودية يعني. والله اللي شجعني انه التسهيلات اللي تقدمها المملكة السعودية والتوسع اللي يصير بالمملكة وخاصة مكة المكرمة، بالتالي استقبال عدد أكبر من الحجاج. ونشكر احنا الدور الحكومة الرشيدة والمملكة الرشيدة السعودية. ومن أجل التغلب على صورة النمطية السلبية التي ارتبطت بعقلية البعض عن الإسلام والمسلمين، تعمل حكومة نيويورك على توفير الموظفين المهرة في المطارات القادرين على التعامل مع قوافل الحج المغادرة والعائدة إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الصعاب والتحديات التي واجهت عشرات الآلاف من الأشخاص الراغبين لأداء مناسك الحج، إلا أن مكاتب وقنصليات المملكة في العديد من الولايات الأمريكية لعبت دورا كبيرا في تسهيل تلك العقبات. حسن بزيتون لبرنامج إخباريات نيويورك.